غريب وما فيش جنبك حد قريب، اجري بسرعة الحضن يسوع هتلاقيه عند الترحيب. لو بتعدي في وقت غريب وما فيش جنبك حد قريب، اجري بسرعة الحضن يسوع هتلاقيه عند الترحيب. لحضن يسوع. كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة ميلاد الرب يسوع. بس أنا عايز أسأل سؤال، إحنا عمالين نقول فرح 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 عظيم. أنا بحس كده إن في ناس بتقول إن الفرح ده كان زمان لما الملاك ظهر للرعاة وراح قال لهم النهارده يسوع اتولد وهي فيه فرح عظيم لجميع الشعب. عشان كده كان ممكن الحزين أو اللي تعبان يفرح. بس هل يا ترى ينفع النهارده الحزين يفرح؟ ينفع النهارده لو واحد تعبان يروح ليسوع اللي اتولد ويستريح؟ حد شاف قبل كده حد راح ليسوع واترمى في حضنه واستريح؟ حد عارف؟ حد شاف حد قبل كده كان تعبان او كان موجوع او كان متضايق وجري على يسوع وفرح؟ حد فاكر؟ انا عايز اراجع معاكم النهارده ناس كنا بنقابلهم في فقرة حضن يسوع في البرنامج بتاعنا كل فترة. ناس حصل معاهم انهم مروا بظروف صعبة، لكن في وقت من الاوقات عرفوا ان يسوع اتولد علشان هم يفرحوا وجريوا على يسوع اترموا في حضنه. يا ترى ايه اللي حصل؟ تعالوا نشوف كده. فاكرين نويلا؟ نويلا البنت اللي هي كانت عايشة فين؟ حد فاكر؟ عايشة في جنوب السودان، حصل لها حادثة صعبة قوي. فاكرين الحادثة دي لما عربية دست على رجلها وفضلت تبكي وكان خلاص الدكاترة قالوا رجليها مش ممكن تقدر تمشي عليها تاني واحتمال كمان ما تبقاش موجودة، لكن نويلا جريت على يسوع واترمت في حضنه. فاكرين ايه اللي حصل؟ بصوا شفتوا نويلا رجعت تاني. على فكرة لسه الأسبوع دوت كانوا بعتن لنا إيميل من هناك بيقولوا إنها بتجري وتتنطط وتلعب ورجعت زي الفل وبقت فرحانة قوي لأنها في يوم من الأيام جريت على حضن يسوع. فاكرين كمان كان في معانا ولد اتقابلنا معاه اسمه يوسف، فاكرين يوسف؟ يوسف ماجد حصل له هو صغير جاله التهاب رئوي شديد جدا، والدكاترة قالوا إن الرئة بتاعته تقريبا كلها حصل فيها التهاب عالي خالص، لكن باباه ومامته ويوسف نفسه قرروا وعرفوا إن يسوع اتولد عشان هو يفرح، فقرروا يجروا على حضن يسوع. وحصل مع يوسف معجزة وهو في المستشفى كان سامع كده، فاكرين الاختبار بتاعه؟ كان سامع القسيس سامح بيصلي وراح قال لماما يا ماما خلاص أنا خفيت. بعد كام يوم عملوا التحاليل ويوسف لقوا مفيش حاجة والرئة بتاعته سليمة 100%. إيه ده؟ ده يسوع بيفرحنا بجد؟ يسوع موجود حقيقي بيقدر يريح ويفرح كل حزين. لكن كمان عايز أفكركم باتنين أصحابنا اتصلنا بيهم من فترة حصل لهم موقف صعب قوي. مينا وفادي اللي كانوا في الحادثة بتاعة المنيا من حوالي شهرين أو شهر وشوية، مامتهم للأسف في الحادثة دي ماتت وراحت السماء. مينا الصغير لو تفتكروا هو اللي كان موجود معاها وكان زعلان قوي، وفادي كان مش عارف مامته ماتت ولا لا أو راحت فين. لكن الحقيقة أنا رحت شفتهم واتقابلت معهم بجد بجد. مينا وفادو جريوا على حضن يسوع ولسه مكلمهم النهارده. هم فرحانين جدا ومتعزيين وعارفين ان مامتهم في السماء لانهم عرفوا يجروا على ايه؟ على حضن مين؟ حضن يسوع الموجود حقيقي. يسوع يا اولاد موجود دلوقتي زي ما كان موجود زمان، هو موجود دلوقتي وينفع نجري على حضنه وناخد منه كل فرح وكل سلام وكل راحه. لكن كمان عايز افكركم ببنوته حكينا اختبارها من قريب، فاكرين اللي جالها تقريبا فشل كلوي؟ روزالين، فاكرين صورتها؟ روزالين من سوهاج وفجأة لقوا اكتشفوا ان الكلى بتاعتها مش شغالة خالص وانها مش بتعمل بول تماما، وقعدوا يعملوا غسيل ويعملوا حاجات كتيرة والدكاترة يحاولوا يعالجوها. قعدت 23 يوم مش بتعمل حمام خالص، الدكاترة قالوا خلاص دي هتفضل طول عمرها تعمل ايه؟ تغسل الكلى بتاعتها. وفجأة راحت لحضن يسوع هي وباباها ومامتها وحصل لها ايه؟ روزالين بقت مية مية.
المقاييس بتاعه الكلى، الكرياتين بتاع الكلى نزل من 9 لغايه دلوقتي 1.5 تقريبا، وبقت بتروح المدرسه وفرحانه ومفيش اي حاجه حصلت. ولو انت لسه النهارده ايوه سقفوا، لان يسوع حقيقي، يسوع بجد اتولد علشان يفرحنا وعشان يريحنا. النهارده انا عايز اسالنا، هل النهارده من حقي اروح لحضن يسوع لو انا تعبان، لو انا حزين، لو انا مش مبسوط؟ عارفين يسوع قال ايه في متى 11 يا اولاد؟ قال تعالوا الي يا ايه؟ يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال اللي شايلين احمال تقيله قوي، وانا هريحكم. تعالوا احكي لكم حكايه. كان في واحد عرف ان يسوع اتولد، والراجل ده كان تعبان جدا، كان مش بيشوف، عينيه مش بتشوف خالص، وكان محدش بيهتم بيه. وفجأة سمع ان يسوع اتولد وانه ماشي في الشارع اللي هو فيه، قعد يصرخ ويقول يا يسوع يا يسوع يا ابن داوود ارحمني، يا يسوع يا ابن داوود ارحمني. الناس قالوا له بس بس بس، يسوع مش هيسمعك، يسوع مش موجود دلوقتي، مش مهتم بيك. لكن هو قرر انه يفضل يصرخ ليسوع ويقول له انا عايز اترمي في حضنك. هل انت النهارده تحب تكرر كده؟ كم حد تعبان النهارده؟ كم حد عنده حاجه مضايقاه تحب تجري على حضن يسوع؟ عارفين ايه اللي حصل؟ يسوع وقف بعد ما كان ماشي، وقف وقال لهم اندهوله، جريوا عليه وقالوا له 3 كلمات. قالوا له ثق، يعني صدق، بصوا عليه كده، قالوا له صدق قوم، هو بينده عليك، افرح. تعالوا نقولهم تاني كده، صدق. كم واحد هنا عايز يصدق ان يسوع بيحبه وان يسوع جه عشان يريحه؟ قوم افرح. يلا تعالوا بصوا، احنا هنعمل الموضوع ده مع بعض. تعالوا كلنا نوطي كده، كلنا نوطي، مثل او افتكر الحاجه الصعبه اللي مضايقاك واعمل ايدك كده. يلا هنعمل تاني، افتكر كل حاجه تعباك، افتكر كل حاجه مضايقاك واعمل كده. والنهارده اسمع يسوع بيقول لك انا بحبك، انا اتولدت علشانك، عشان افرحك، علشان اريحك من الحاجات اللي تعباك، عشان احررك حتى من الخطيه. صدق، ارفع راسك بقى لفوق، اسمع صوته كده، صدق قوم، قوم يلا قوم ليسوع، روح ليسوع، هو جاي علشان يفرحك، هو جاي عشان يحررك. اخر كلمه هننط بقى واحنا بنقولها افرح، 1 2 3 افرح. تعال نقولها تاني، يلا كله ينزل. لو انت عندك حاجه مضايقاك افتكرها دلوقتي، يسوع جه اتولد عشان يفرحك. يلا صدق، ارفع راسك كده، قوم افرح، صدق وقوم وافرح، يسوع اتولد علشاننا النهارده.